مبارك يا يحيى. اشكرك. عارف ان كان نفسك اكون اول راجل المسك، وعارف برضه انه غصب عنك كان لازم تبقي حور عين في حلم الجنه. غصب عنك انت شرف يا نورعين، طوب الابيض اللي مفيش شيء ممكن يدنسه. تبويا وامي روحهم ردت في نظرتك عشان تكمل فرحتي. كل ده كان بيدور في قلبك يا يحيى ولسه شايفني زي ما انا؟ ما حدش لمسني يا يحيى. انا تعبت سنين كتير قوي، شفت الموت اكتر من مره عشان افضل حره، بس انا كنت متاكد انك راجع. وايه لازمه البكا والهم اللي احنا فيه ده؟ طيب بس مش مصدقه ان احنا بقينا في بيت واحد. احنا بقينا في بيت واحد يا نوريه، بس عارفه ايه اللي مضايقني بجد دلوقتي؟ ايه؟ ان امك بعتها فرخه واحده بس. ده ملخص الرسائل من ملك الفرنجه. انت عارف ان اللي ما يدفعش الجزيه يقتل قائد او اتنين من كبارات جيوشه، واللي يدفع اكتر ممكن نساعده كمان. نساعده ازاي يا مولانا؟ ممكن نقتل قاده جيوش اعدائه، ممكن نقطع طريق تجارته ايا كانت فين وايا كانت البلد اللي بتمر بيها. احنا كده هندخل في حروب وخلافات مع اكتر من جهه، واحنا مش مستعدين لده. احنا لنا طريقه في التعامل مع المواقف اللي زي دي. سيدنا لو موجود كان هيبقى ليه رأي تاني. الطريقة القديمة لازم تتغير. أنا حامل. صبي قوي. الله أعلم. أنا متأكد إنه صبي قوي. فرحان. فوق ما عقلك يتصور. كده أنا الأوان. أوان إيه؟ كده فهمتي هدف اللقاء والرحلة. إيه هو؟ الصبي. انت بتعمل ايه؟ راجع القلعة وانت هتستني هنا. استنى ايه وقلعة ايه؟ انت من اتباع سكن القلعة؟ انا هو، انا حسن الصباح، والمهمة تمت والصبي القوي بقى في بطنك وهيكون امام للدنيا كلها. مش فاهمة. تولدي وتربيه في الصحراء انه يكون صبي قوي ومقاتل، واول ما يتم سن الرجوله ترسليه قلعه ألموت ومع الخاتم ده، سواء كنت حي او شهيد، وهو هياخد مكانه ومكانته. وما تقلقيش، مش هتخلى عنك، المال هيوصل لحد عندك. ده جنون. ده مش جنون، ده مستقبل انا شايفه. خدني معاك، خدني معاك القلعة، أنا زوجتك. زوجتي يا دنيا سات. أنا كمان زيها، أنا كمان زوجتك. أنت أم الصبي وبس. احفظي السر والأمانة.